بدنا نحطك بالصورة عن تفاصيل الديتيلز اللي بدنا نعملها بعرسك. نحن إليان وخطيبة عم ياخدوا كل تفاصيل الزفة ليوم عرسهم، لكن مشكلة الجنينة بعد ما نحلش. هو عندنا مشكلة بالجردة انه كمية الناس ما بتساع طاولات. هاي كانت مشكلتنا بالعرس، وبعدها يعني بعد مش مقررين كيف بدنا عالم تقعد او تضل واقفة. ما فيك تقعد عالم تضل واقفة. ممكن عم تفكر يعني تعمل مثل كوكتيل العالم كلها تكون واقفة تقريبا ويكون الدانس فلور بالنص، وبنقدر نحن مسير نعمل هي الدانس فلور جاية على جنب من الجنينة وتارك الجنينة. فينا نعمل فكرة هيدا، بترجعوا حسب ما تقرروا انتو توزيع التيبلز عندكم، او اذا بتكون بدون ما يكون في تيبلز وتشيرز. نحن حابين نعمل هالفكرة، بس فكرة كمية العالم الكبيرة حابين احنا نقعد العالم تكونوا انتم مرتاحين بشغلكم والعالم مرتاحة بذات الوقت. صحيح. هلا احنا اللي فينا نعمله اذا فينا نعمل شيء بينعمل مثل زونز للعالم. المسؤول عن الزفة بلش يعرض حلول على إليان وخطيبة ليسهل تحرك فرقة الزفة بالجنينة. هل يا ترى رح يقتنع فيها رواد؟ احنا اهم شيء نعرف طريقة توزيع العالم كيف رح بتكون لحتى نقدر نحدد نحن الشو تبعنا على اي طريقة بدها تكون. المشكلة عنا انه الجنينة ما بتساع 300 شخص قاعدين. اوكي. عدد المعزومين يعني. اوكي. والمشكلة الثانية انه ما فيك تقعد عالم وتخلي عالم واقفة على الطاولة. كنت مصرة على فكرة الطاولات انه ما فينا نقعد عالم ونوقف عالم، فبدنا نوزع طاولات مع كراسي. صحيح.